الإسلامية لصاحب الجلالة اللي هي 12 في المهرجانات اللي داروا في مدينة ورزازات. اليوم تم الانطلاق والبداية ديالو بالكرنفال اللي انطلق من ساحة الموحدين في اتجاه المدينة القديمة توريرت اللي غادي تحضن الأمسية الأولى ديال المهرجان اللي كيعرف بزاف ديال الفرق غادي تبارتيسيبي فيه، غادي تكون فيه منهم الفرقة ديال الكوت ديفوار ومنهم لي ميس ديال السوديس ديال فرنسا. هذا المهرجان الهدف ديالو هو الترويج ديال المنتوج السياحي اللي كيشمل الثقافة والطبيعة ديال اللي كتسخر بها الإقليم ديال ورزازات، ونتمنوا التوفيق للجميع ومرحبا بكم. الفرقة ديالنا فيه 12 مرأة وحنا 18 واحد كنكونوا في الفرقة، 12 عيالات 12 مرأة والآخرين الرجال. تنديروا على حساب أحواش، كنديروا أجماك تلونت البندير، كنقولوا البندير، وكنديروا مجموع. بالنسبة للحواش ديالنا كيكون المهم كيكون انتجام، كل شيء كيعرف اش كيقول، كيحفظوا داكشي اللي كيقولوا، كيحفظوا كاملين الحواش وتندير هادشي ديال التقاليد ديال بلادنا. الشعرة ديالنا حنا ديال سوس كيكون شعرة كيكون مشتركة، كاينين العيالات اللي كيعرفها الشعر، كيكون انتجام، الهضرة كتكون هضرة واحدة، كيعرفوا اش كيقول على حساب الشعر اللي كيقولوا، ماشي بحال الاخر واحد، ماشي بحال شي واحد اللي كيقول الهضرة هنا ورد ليه واحد، لا هنا كيكون انتجام. حواش ديالنا كيكون مشتركة، حواش ديالنا حنا شتو كيتباع كيكون بحال اجمك، كيكون مجموع. هذا اليوم هو يوم الافتتاح الرسمي الذي يفتتحه عامل صاحب جلالة على إقليم ورزازات، والذي كان داعما أساسيا معنويا وماديا لهذه التظاهرة، والتي تحاول الجمعية بمعية قطاع الثقافة أن يعطي لهذا التراث، تراث أحواش، أبعاده الثقافية وأبعاده كذلك الفنية، وكذلك ما يلعبه هذا الفن عبر التاريخ ولا زال يلعبه، لأنه يعتبر من التراث اللامادي لمنطقة الجنوب الشرقي. فأحواش هو عبارة عن أهازيج، وعبارة عن لباس، وعبارة عن فنون مجتمعة، إذا ما جمعنا كل ما يزخر به من آلات تقليدية ولباس تقليدي وكذلك الكلمات والتعابير الشعرية التي يحمله. فورزازات في خلال 3 أيام ستعيش مهرجانا نتمنى أن يكون رافعة أساسية لتسويق إقليم ورزازات وهذه الجهة، وأن يكون كذلك هذا المهرجان رافعة أساسية للنهوض بالسياحة المجالية والسياحة الثقافية. ولا ننسى كذلك بأن المجلس الجهوي للسياحة شريك، والمجلس الإقليمي للسياحة شريك، والمنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية كذلك نشكرها من هذا المنبر، وتحية للجميع.